إننا بصفتنا الحركة الشبابية من أجل المستقبل لا نريد أن نتخلف عن الركب، ونطمح كذلك إلى مشاركة المجلس العسكري الانتقالي في جعل هذه البلاد التي نحبها كثيرا أمة قوية غير قابلة للتجزئة. إن دعمنا للمجلس العسكري الانتقالي CMT ليس مجرد كلام، بل هو دعم صريح واسع النطاق تجسده الأفعال ويشهد عليه الميدان حتى نحقق سويا أهداف الفترة الانتقالية. نحن ندرك يقينا أن الأجيال القادمة ستدرك هذه التضحيات التي خلفها الآباء والأسلاف في سبيل هذا الوطن. شعارنا لهذه المرحلة هو معا من أجل تشاد مزدهرة.